سيدي نعم سيدي، هاد الناس هادو راه واقفه عندهم الحركه، والسياحه ما كاينه، كاينه لا داخليه ولا خارجيه ولا حتى شي حاجه. نعم سيدي، هاد الناس هادو هما عايشين بفضل الله بالبركه الله، اللي جا شي خوهم شي مسلم اللي هو اللي تيتعاون معاهم بحال هكا، واللي صدوها راه تيصيروا باع على ولادهم، ما كاينش باش يبدلوا البديل ولا شي حاجه ولا شي. الناس هي مساكنه، هي عايشه بفضل الله تعالى سبحانه الله. هو بحال بعد دروك شي شوميزه بحال هادي هكا تيخصو ياكل هو وليداتو، هذاك الشيء اللي قسم الله كل شيء تيضرب لا راس المال ولا الفضل ولا كل شيء. هما باش هاد الناس هادو باش يجيو عندهم الناس، باقي السياح بزاف كثيره كي كانت الوقت كي كانت محرقه ما كاينش، الناس غاديين بالبركه والحمد لله وكل شيء عايش بفضل الله تعالى. وهاد الناس هادو راه خصهم يتعاونوا معاهم باش يدخلوا لهم السياحه شويه هكا، باش عنده الكرا وعنده الماء عنده الماء والضو الصاير والكرا والولاد المدرسه، وتيخلص مسكين المدرسه حتى هو وما عندوش باش يخلص حتى على ولادو. وليني هاد الناس هادو راه كاين اللي تيرفق من حل محلات الناس وتيشد كاع ما عنده ما يدير كاع بالحاجه، وتيشري الحاجه وتيديها لولادو تيمتها تيقول بالك هاد الهديه باش نتعاون مع خويا المسلم باش يحرك حتى هو شويه. وهذا هادشي اللي عطى الله والحمد لله، وتنطلبوا الله الله يهزنا لنا هذا الوباء وتكون الامور غاديه بخير ان شاء الله، ترجع الامور كما استر. عاد التراخي بين المواطنين عاد كيقول كورونا ما بقاش، عاودنا رجعنا ربما نعاودوا نرجعوا للصفر عاوتاني. كورونا راه كاين الله سبحانه الله، وهذاك الشيء الامور نتاع الله تعالى، حنا غاديين بامر الله تعالى. على التراخي ديال المواطنين تحيدت الكمامه ما بقاش التباعد، ما بقاش التباعد، ما بقات لا كمامه لا والو. الكمامه راه دروك راه اي واحد دروك راه تلقى دروك كلشي راه ضرب المفتاح راه مراكش راه فوق النص اللي توليتين ضرب المفتاح دروك كلشي. الناس وليني الناس باش يجيو لعندهم الناس اخرين ما كاين شيء، ما كاين فين يجيو والو، ما كاينش ما خلاوهمش، شي تيقولوا لي البي وشي تيقولوا الاف في المطارات، ما فهمنا حنا لهذا الشيء والو، ما عرفنا شنو شبي يقول. شنو كطالب من السلطات؟ وتنطلبوا من السلطات يعاونونا شي شويه، يطلقوا لنا الى المطار ويخليوا الناس تدخل الداخليين وخارجيين وكل شيء، وهذا الشيء باش تحرجين باش الداخليين والخارجيين حتى هما وتحرك الوقت كي كانت وترجع. يا هذا الشيء اللي كاين، وحنا والوليدات راه حتى هما مقهورين وكل شيء، والماء والكرا والضو والصاير، وما مطلب الله الا الله سبحانه الله وبالانسان. السلام عليكم ورحمه الله. كيف كتشوفوا التدابير اللي اتخذها المغرب باش انه يحد من التداعيات ديال فيروس كورونا؟ دار لنا باش نخدموا حتى ال 11 الليل وكيكون حضر التجوال بالليل، وهذه التدابير اللي اتخذها هي ما مناسباش تماما للمواطن لا للزبون لا للمشتري، لدرجه انهم تيعتقدوا بلي حنا رجعت الامور للطبيعه ديالها كيف كانت في الاول، وهي ما رجعتش. حنا مولاي العصير ما تلقاوش كيفاش لافونتاج فين نخدموا، كيكون كيف شفتوا مراكش تكون بالصباح سخونه وما تيجيوش ما تيهبطوش لها السياح، وما تنشوفوش رواج ديال السياحه لا الداخليه ولا الخارجيه، وكيف قلت لكم تتكون سخونه شويه. تيبانوا الكليان تيبانوا حتى 8 9 ديال الليل، وتنكونوا تنسدوا مع 11، يعني ما تلقاوش واحد لافونتاج فين نخدموا مع الكليان، لدرجه اننا حتى كنسدوا المحلات وكيجيو عندنا شي كليان انهم باش يشريو من عندنا المنتوج اللي تنبيعوه. كيف كتشوفوا مالين الماكله تا هما تيحطوا حتى 4 العشيه وتيسدوا مع 11 الليل، حتى هما ما تيلقاوش ذاك المتنفس فين يخدموا فيه، وكتلقى واحد مول الماكله واحده ديال جلسه ديال مول الماكله معيشه واحد 16 اسره، يعني كتلقى مع واحد 15 متعلم ولا 16 معيشاهم هذيك الجلسه ديال مول الماكله، وتيجي تيخدم فيها. فاش تيجي تيدي واحد 60 درهم ولا 70 درهم في الليله، ماشي بحال الايامات الاخرى اللي كانت قبل الجائحه، كان كيدي 120 150، كاين اللي كيوصل حتى ل 200 درهم في الليله، حيت تلقى واحد لافونتاج من كيبقاو خدامين حتى 4 الصباح الخمسة، وبنادم خدام الله يسهل عليه وكيعيش ديك الاسره ديالو. دابا ما بقاش كيلقى حتى ذاك المتنفس، ودابا زيد اللي كيتسالوا شي كريديات من كورونا، اللي تيتسالوا الماء، اللي تيتسالوا الضوء، اللي تيتسالوا كيتسمى انه خدام، وهو كيصور ذاك المبلغ اللي هو قليل في ذاك المده الوجيزه اللي عطاوها لهم، ما تيقدرش انه يكفي ذوك الحاجيات ديالو اليوميه بذاك المبلغ اللي تيصوروا يوميا.